الحقيقة عندنا النهاردة مجموعة أخبار مهمة جدا وإيجابية جدا وسعيدة ومبشرة. شفنا البورصة والتعافي اللي حصل في أول ساعتين أو الانطلاقة اللي حصلت في أول ساعتين في أول ما بدأت جلسة التداول، كمان مؤشر ستاندرد أند بورز لما بيحط مصر في نظرة مستقبلية مستقرة وتوقع بتحقيق نمو 5.5% في وقت في دول بتعاني واقتصادها بيعاني نتيجة كورونا. ومعانا كمان خبر الحقيقة ذي صلة ومهم جدا وفي نفس الإطار اللي أعلنته شركة إيني الإيطالية وكمان وزارة البترول المصرية اليوم عن 3 اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية المصرية. حقيقة شيء عظيم جدا ومبشر في 3 آبار استكشافية جديدة في مناطق امتياز متعددة في المليحة وجنوب غرب المليحة. شركة إيني طبعا تحققت من هذه الاكتشافات الجديدة في هذه المناطق في الصحراء الغربية المصرية، يعني المؤشرات الأولية بتؤكد ان في بترول، او بالفعل مش مؤشرات بقى، هم خلاص اصبح هذا الامر واقع، بترول وغاز ومتكثفات، وده في مليحة، واكتشاف بترولي في جنوب امتياز المليحة او امتياز جنوب المليحة. وكمان ابار، يعني هذه الابار لو ضفناها على ما هو يعني موجود في هذه المنطقه بنتكلم في حوالي متوقع انتاج حوالي 6000 برميل مكافئ زيت يوميا، يعني 6000 برميل يوميا. واضح الحقيقه ان في شيء بيبذل وشيء كبير جدا وجهد كبير بيبذل في قطاع البترول، واخبار ساره جدا. ربما يكون في تفاصيل اكتر، يكون في اخبار اكتر حلوه من وزاره البترول. ومعانا المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم الوزاره. مهندس حمدي مساء الخير، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير عمرو بيه استاذ المشاهدين. اهلا وسهلا، ارجوك قول لنا اكتر على ما اعلنته النهارده وزاره البترول والثروه المعدنيه وكمان شركه ايني. احنا عايزين نوضح بس ان منطقه الصحراء الغربيه دي منطقة بترولية واعدة فيها العديد من الاكتشافات، لكن تحقيق اكتشافات جديدة في هذه المنطقة بيؤكد ان هذه المنطقة لا زالت لم تبح بعد بكل اسرارها. عظيم. بالذات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، النظريات الجيولوجية الجديدة، النزول للاعماق اكثر، ففي كلما تم استخدام مثل هذه الاساليب كلما يتحقق اكتشافات بترولية، واكتشافات معظمها تقريبا يعني فيما يتعلق بهذه الاكتشافات يعني معظمها زيت خام او بترول خام ومعاه غاز مصاحب. عشان كده لما بنتكلم على معدل الانتاج بنقول هو حضرتك 6000 برميل زيت مكافئ، يعني عشان خاطر داخل فيه كميات من الغاز، فبالتالي المعادله بتتعمل عشان يبقى الرقم واحد. طبعا احنا بنقول ان دي 3 اكتشافات كويسه لحجم الانتاج، في بئر في 2500 وفي بئر ثاني 2000 وفي بئر 3500، كل دول مجموعهم 6000 برميل. طبعا هو هذا الرقم رقم كويس، لان طبعا انت عارف الابار البريه ايضا بيبقى تكلفتها اقل من الابار البحريه، لكن هو المدلول بتاع تحقيق الاكتشافات دي ان ده هيستمر في فتح شهيه الشركات. احنا طرحين مناطق جديده في الصحراء الغربيه وفي البحر المتوسط والبحر الاحمر، كل الحاجات دي كلها بيؤكد ان مصر لا زالت تمتلك احتمالات بتروليه واعده. عايزين ناكد ايضا ان مع ارتفاع سعر البترول عالميا ده بيحفز الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات. يعني يا فندم نقدر نقول ان في توجه حاليا لتعظيم النظرة والبحث والاستكشاف في الصحراء الغربية المصرية سواء من وزارة البترول والثروة المعدنية أو من شركائنا. بص يا فندم، هو دلوقتي في استراتيجية محطوطة بيتابعها بكل دقة المهندس طارق الموجه، الهدف الأساسي منها زيادة موارد مصر من الزيت والغاز، ودي توجهات فخامة الرئيس دائما وأبدا عند اجتماعه مع المهندس طارق ومع رؤساء الشركات العالمية. ده بيدينا دفعات وبيدي قوه لقطاع البترول، ان الرئيس مهتم بقطاع البترول، الرئيس بيتابع باستمرار ما يتم تحقيقه، فده بيدي قوه. فهذه الاستراتيجيه محطوطه، الهدف الاساسي ان احنا نزود مواردنا سواء من الزيت الخام او من البترول عشان نقدر نعمل تامين لمصادر الامدادات بتاعتنا عشان السوق المحلي وتصدير الفائض. فدي سياسه محطوطه بيتم طرح مزايدات عالميه، توقيع اتفاقيات بتروليه، كل دوت الغرض منه زي ما قلت لحضرتك ان احنا نزود انتاجنا
من البترول والخام والغاز الطبيعي، وفي نفس الوقت نزود الاحتياطيات بتاعت مصر فيما يتعلق بهذه الموارد خير يا الله فندم، كده. نتمنى ان شاء الله خير، ومتوقعين ان شاء الله المزيد باذن الله في هذا القطاع المهم ومن البترول، وهذا يعني الاعلان المهم من شركه ايني عن 3 ابار جديده هتضيف 6000 برميل زيت مكافئ زي ما تفضل المهندس حمدي عبد العزيز، وده خبر مهم جدا، كل ده في اطار يعني تحول اقتصادي بيضيف الى ما ناقشناه مع حضراتكم في يعني بدايه الحلقه، البورصه وتعافي البورصه والتصنيف الائتماني.